تسبب الزلزال بدمار كبير شمال غربي سوريا وبالذات في بلدة جنديرس بمحافظة حلب التي كانت أكثر المناطق المتضررة حيث تصدعت مئات المنازل وتهدم عدد كبير منها كما قتل المئات وأصيب الآلاف في البلدة وأصبح عشرات الآلاف بلا مأوى. صحيت صحينا على التكبيرات وعلى الصوت بعد فترة قليلة يعني ما لقيت عيالي ما لقيت عتمة ما شايف شيء عم بسأل وينك وين البنت الولد طلعنا هيك تحت الردم كلياتنا بلشنا نعيط للعالم فكر الواحد بنايته هي بس الهابطة يعني ما بفكر انه البنيات كلياتها متدمرة تاري وما لنا عرفانين. هلا انا واحد من الناس ما استلمت خيمة، انا ضليت انا وابني بس، زوجتي وبنتي راحوا بالزلزال، اخي ومرته كمان راحوا، ابن عمي ومرته واولاده كمان راحوا، ابن عمي الثاني ومرته واولاده كمان راحوا بالزلزال. يعني سبحان الله العظيم، الله يفرج عن جميع. شو احتياجاتكم؟ كل شيء، واحد طالع من تحت الركام شو بدها تكون احتياجاته؟ كل شيء. وفاقم الزلزال الأوضاع الإنسانية الصعبة التي كانت تحيط بسكان جنديرس وجميع مناطق الشمال السوري قبل وقوعه، وبات أهالي البلدة ينشدون المأوى والطعام والدفء. يا أخي أنا انتقلت من داري كلها شققت وعم تهدم علينا، وطلعت بركت قاوتني هالحرمة عندها وهي ما عندها خيمة، هي عم تشحد بالطعمينة بتلملم من هون ومن هون بالطعمينة، وأنا عندي 6 أولاد، أنا وجوزي 8 وجوزي معاق وما في شغل، وحياتنا يعني بس إنه رايدين إنه تدفئة أكل، إنه أهم شيء هسا الأكل. والله محتاجين كل شيء، بلا مؤاخذة برد قتلنا، ما عندنا مثلا المخيم كلياته هلك، غذاء ما في، بدنا سلات بدنا تدفية. ويشكو المنكوبون بالزلزال في البلدة من سوء الأوضاع في مراكز الإيواء والتقصير الكبير في دعمهم بأدنى متطلباتهم المعيشية. في شغل بس في تقصير كتير، عرفت يعني بالنسبة للتواليتات بالنسبة للتخديم هون، هلأ ما تنزل مطرة واحدة شتوية واحدة الخيام كلها بالطوف، شايف يعني في شغل ما بقول لك لا، بس في تقصير بالنسبة للشغل في تقصير. ويأمل المتضررون من الزلزال الذين فقدوا كل شيء يملكونه إلى جانب أرواح أحبائهم أن تمتد إليهم يد الرعاية الدولية التي تأخرت كثيرا في إعانتهم على نكبتهم.